عشية انتخابات تشريعية بريطانية هي الأكثر تشويقاً منذ أجيال، أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى حصول كل من حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون ومنافسه المباشر حزب العمال بقيادة إد بيليباند على القدر نفسه تقريباً من نوايا أصوات الناخبين. ورغم استمرار الحملة الانتخابية 5 أسابيع فأنه ما من الحزبين استطاع تصدر المشهد بشكل واضح، ما يجعل التكهن بنتيجة الانتخابات أمرا صعبا. والرهانات كبيرة لأن مستقبل بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي والاندماج القومي يمكن أن ينعكس على النتائج. ويقول المحلل السياسي شارلي وولف: الناس ليسوا سعداء تماما بالحزب المحافظ، وقد يتساءل الواحد منهم هل أنني مستعد لمنح صوتي إلى إد ميليباند وهل يستحق فعلا ثقتي حتى يدير الاقتصاد. ومع تقارب الحزبين تتجه الأنظار إلى التحالفات الممكنة مع أحزاب أصغر. نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الأوروبي يتوقع حلوله ثالثا، والحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة نيك كلاغ يتوقع حلوله رابعا، ويبدو أن المحافظين يتوجهون إلى عقد تحالف معه، فيما استبعد العماليون تشكيل أي صفقة رسمية مع الحزب القومي الاسكتلندي بقيادة نيكولا ستورجون.